أعزائي المشاهدين، أشواط سباق هذا اليوم مستمرة، وأعلنت بهذه اللحظة انطلاقت شوط الجعدان الحجايج المفتوح ضمن تحديات هذا السباق المقام اليوم بمحافظة الداخلية بولاية أدم بميدان سيح السرية. الشكر الأول والأخير لسيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الداعم الأول والمشجع الأكبر لرياضة سباقات الهجرة بالسلطنة. أعزائي المشاهدين، نذهب مباشرة لنتعرف على تفاصيل رحلة هذا الشوط الجد الذي تقدم المسار، خذ المركز الأول منذ البداية شاهين صالح بن علي بن طناف الدرعي، يقدم شاهين على المركز الأول، بينما المركز الثاني التواجد من ناصي ثويني بن حمدون اليحافي، بينما المركز الثالث غريب خالد بن حميد بن محمد الدرعي، والمركز الرابع مبلش عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، بينما المركز الخامس الوصول من مشعل حمد بن علي بن ياسر اليحافي، والمركز السادس شعار بدر بن حمدي بن سالم الدرعي في سادس المراكز، والمركز السابع بطاش حمود بن سعيد بن محمد الهديوي المركز الثامن هناك حرب خالد بن حمد بن حميد الينيبي، المركز التاسع ايضا الوصول ياتي من لوضيحي احمد بن حمد بن سالم الدرعي، المركز العاشر منذر سعيد بن محمد بن حمد الدرعي. هذه النتيجة للعشرة الأسماء الأولى المتقدمة بهذا الشوط. لنا عودة إلى البداية، لنا عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة والصدارة. إذا نعود إلى البداية، أشاهد مبلش الذي غير مجريات الأمور، بدأ بالسيطرة الواضحة على مجريات شوط سيارة الجعدان المفتوحة، يقدم عبد الله بن حارب بن عامر الدرعي، بينما المركز الثاني مشغل يقدم حمد بن علي بن ياسر اليحافي من يقدم مشغل على المركز الثاني بهذه اللحظة. المركز الثالث منذر سعيد بن محمد بن حمد الدرعي، والمركز الرابع صالح بن علي بن طناف الدرعي وبدر بن حمدي بن سالم الدرعي قادم، والهديوي أيضا قادم عن طريق أيضا بطاش حمود بن سعيد بن محمد الهديوي بالاسم الآخر القادم في هذه اللحظة. وصل سراب ناصر بن عبيد بن سلطان الدرعي، والاسم الآخر تدخل الرياض زايد بن سعود بن حميد الدرعي. هذه النتيجة من خلال ندانا الثاني، لكن أعود مع مشغل وانطلاقة مشغل حمد بن علي بن ياسر اليحافي الباحث عن سيارة الجعدان المفتوحة. مشغل يقدم حمد بن علي بن ياسر اليحافي، هو المدشن لأمتار الكيلو الأصعب بهذا المسار. وصل الهديوي على المركز الثاني، يقدم بطاش حمود بن سعيد بن محمد الهديوي، والمركز الثالث رياض زايد بن سعود بن حميد الدرعي، هناك عبد الله بن حارب الدرعي في المركز الرابع، المركز الخامس بدر بن الحمدي الدرعي، ووصل أيضا خالد بن حمد بن حميد الينيبي في المركز السادس. لكن مشغل على البداية يقترب من النهاية لتحقيق الفوز والانتصار، لاكتساب هذه السيارة، للحصول على السيارة، سيارة أوكسيدنت العمان، هذه الشركة الرائدة العملاقة، شكرا لها لدعمها للمجتمع المحلي والمهتمين برياضة سباقات الهجن بالسلطنة وتعاونها مع القطاع الحكومي. هذا هو مشغل حمد بن علي بن ياسر اليحافي، لكن الهديوي في موقع خطير يسمح له بالمنافسة عندما تصدر عليه التعليمات. هذا هو بطاش حمود بن سعيد بن محمد الهديوي، غير مجريات الأمور في هذه اللحظة، يغير بطاش بالأمتار الأخيرة، وبطاش حمود بن سعيد بن محمد الهديوي 300 متر الخطيرة، الفاصلة عن السيارة، سيارة الجعدان المفتوحة مع بطاش حمود بن سعيد بن محمد الهديوي. سلام لأهالي إزكي بمناسبة هذا الفوز، هذا الانتصار، هذا التألق الصباحي عن طريق بطاش حصوله على سيارة الجعدان المفتوحة. تهانينا لحمود بن سعيد بن محمد الهديوي بمناسبة فوز بطاش. هذه لحظة الوصول المركز الثاني، مشغل حمد بن علي بن ياسر اليحافي، المركز الثالث مياس مايد بن محمد وصغير الهديوي، بقية الأسماء حيلها لين خط النهاية. تهانينا والناموس لحمود بن سعيد بن محمد الهديوي بمناسبة فوز بطاش بالمركز الأول حصوله على سيارة الجعدان المفتوحة. تهانينا له والناموس.